اهلا بيكم في فلوج جديد، يوم من حياتي في المكان الجديد اللي انا قاعده فيه، لان دايما متعوده اصور لكم يومياتي وفلوجز في كل بيت او كل مكان بسكن فيه في السفر. الساعه دلوقتي 11، صحيت الساعه 6، جريت بعد كده جيت ذاكرت لغات، بعد كده دربت بنتين يوجا، بعد كده عملت انا الورك اوت بتاعي و اخدت شاور، ودلوقتي هعمل الميك اب والسكين كير بتاعي. ودايما من اكتر الاسئله اللي بتبعت لي في الكومنتات او على الانستجرام بتاعي ان البنات او الشباب بيبعتوا لي يسالوني انت ازاي بتقدري تبقي فول تايم ترافلر وكل فتره تروحي تعيشي في مكان جديد وبيت جديد؟ طلب مني تركيا وبيت. طبعا اللي متابعني من فتره عارف ان انا فول تايم ترافلر وبقالي اكتر من سنتين. اشهر حاجه الفول خالص، الفول زي الفول في مصر، بس ده فول زي كيدني بينز، مشهور جدا هنا. انا بدات رحلتي في السفر اكتر من 5 سنين، بس اخر سنتين بقيت فول تايم ترافلر. وخلال السنتين دول انا بسافر تقريبا كل ما بين اسبوعين او اسبوع لشهر شهرين بغير مكان جديد، لان انا بسافر عن طريق او اسلوب السفر التطوعي ان انا بعيش في اماكن مجانا مقابل ان اخد بالي من حيوان اليف في المكان، او ان انا اعتني بالبيت، او ان انا حتى اروي النباتات. طبعا دي بتبقى حاجات بسيطة جدا مقابل ان انا بعيش في اماكن فخمة جدا جدا. يعني المكان اللي انا عايشة فيه المرة دي هو زي ريزورت كومباوند 5 ستار، فعلا حرفيا البيت اللي انا عايشة فيه ده ايجاره في اليوم 500 دولار في الليلة، وانا عايشة مجانا مقابل ان انا اخد بالي من قطة، وانا كمان بتبسط بوجود حيوان اليف في البيت. دي حاجة بتسعدني لان انا كمان طبيبة بيطرية وبحب كمان الحيوانات، يكون في حيوان في البيت كده اعتني بيه واخد باله منه، خاصة القطة اللي كانت موجودة في البيت. قطة يعني طيبة جدا، هادية جدا، وكمان بتعرف تخرج تطلع بره البيت وتدخل براحتها. تاني حاجة ان انا بحب، يعني انا من الاشخاص ممكن انتوا تكونوش عارفيني كويس او الناس فاكريني ان انا بحب اخرج كتير، انا شخص هوم بادي جدا، انا بحب اقعد في البيت كتير، بحب اطبخ، بحب اعمل كل حاجة بنفسي، اروح اعمل شوبينج للخضروات والفواكه والاكل البيت، وبحب اطبخ في البيت. انا طبعا بعمل الشغل بتاعي اونلاين وبدرب يوجا اونلاين. وبس اللي حابة اقوله لكم ان انا قبل ما ابدأ اسافر انا كنت مبرمجة عقلي ان انا يعني انا فعلا هعرف ازاي اريح نفسي وانا بسافر. فانا بعمل هاوس سيتنج، ان انا بقعد في بيوت ناس زي ما قلت لكم مقابل تبادل خدمات. بس انا عندي يعني قبل ما ابدأ اسافر عملت مانجنج كويس للموضوع، ان بدأت احجز اماكن بيكون مدتها طويلة. يعني لما بروح اعمل هاوس سيتنج بروح اعيش في المكان شهر 3 اسابيع. يا جماعة لو عندكم تورتية حطوها على البوتاجاز بيبقى طالع محمص وحلو، اقل حاجة اسبوع. فانا ببرمج نفسي ان خلال الفترة دي ان انا هقعد في المكان ده سواء اسبوع او 3 اسابيع او شهر ونص. انا في المكان ده انا قعدت 7 اسابيع. اول يومين طبعا الباكينج والانباكينج ده بيبقى فيه هرجله شويه في حياتي، بس اتس اوكي لان بقيه الايام انا بعرف انظم وقتي كويس، اصحى بدري، اروح اجري، اذاكر، اشتغل اونلاين، ادرب يوجا اونلاين، واعمل الورك اوت بتاعي سواء ان انا اجري، كمان ان انا بحب اطبخ في البيت اكتر. يعني 99% من اكلنا انا وزوجي بيكون جوه البيت، احنا يعني نادرا او لما بنطلع ناكل بره، لان انا يعني مش عارفه ممكن تقدروا تقولوا ان انا بعرف اطبخ كويس، اكل كويس، بس من وقت للتاني كده بنشتهي حاجه من بره فبنطلع نشتريها او نطلع نقعد في ريستوران او مطعم او كافيه من وقت للتاني. بس في الغالب انا بفضل طبعا ان انا اعمل اكل بنفسي لان انا متبعه لايف ستايل صحي، فبفضل ان انا اكون عارفه مكونات ايه الموجوده في الاكل. وطبعا انا بحاول على قد ما اقدر ازود نسبه البروتين واقلل نسبه الفاتس او الكاربس، فطبعا احسن حاجة بالنسبة لي ان انا اكل جوه البيت، وخاصة ان انا بعمل اكل لذيذ وكمان بعرف اغير. يعني كل يوم كده مودي، النهاردة عايزة اكل بيت، بكرة عايزة اكل فول، فعندي الاوبشن ده. بلس ان انا هنا في منطقة باها كاليفورنيا، بصراحة الخضروات والفاكهة هنا جميلة جدا، طازة جدا،
تقدروا تروحوا السوق المحلي او السوق سوبر ماركت وتشتروا طلبات البيت وتقدروا تعملوها في البيت. فانا بعملها اساسا من حيث ان انا اوفر وقتي وان انا اكل اكل صحي، وكمان طبعا ده بيوفر لي فلوس كتيرة جدا ان انا اكل جوه البيت. يعني طبعا المنطقة اللي انا فيها منطقة سياحية، فالاسعار فيها غالية جدا جدا جدا، فبفضل دايما ان انا اخليني في البيت بس ملي عشان احافظ على الاكل الصحي اكتر، وان انا يعني عارفة اكون دخلت جسمي كم سعر حراري، دخلت كم نسبة بروتين في اليوم. طبعا الاكل هنا زي ما قلت لكم يعني الكواليتي عالية جدا. لو رحت السوق المحلي طبعا انا دايما بفضل الاسواق المحلية عشان يعني اعمل لهم سبورت، وكمان الاسعار بتبقى رخيصة خاصة المنطقة اللي انا فيها قلت لكم ان هي غالية جدا جدا شايفين العيش جدا. يا جماعة فقفقوا بقى حلو ازاي؟ ادي ادي فدايما بفضل ان انا اكل من في عندي هنا البيت بقى واشتري طلبات البيت. ادي فالفكرة كلها ان انا ببقى محضرة عقلي ومخي ان انا هقعد في المكان ده الفترة دي، مش فببقى حاطة فارقة. بروجرام او عاملة سكيدول ليا ان انا هقعد في المكان ده من كذا لكذا، وببقى عاملة البروجرام بتاعي. يمكن ما بخرجش كل يوم لان انا زي ما قلت لكم عايشة في مكان على سبيل المثال 5 ستارز، فعندنا السويمنج بول، عندنا الجاكوزي، عندنا البحر قدامنا، فاصلا انا مش محتاجة اخرج واتفسح بره. طبعا لو متابعيني من فترة وشفت الفيديوهات القديمة هتلاقوا ان انا كل فترة بعيش في بيت شكل مختلف، فطبعا أدي اتفرجوا على الفيديوهات القديمة عشان تشوفوا وتقارنوا مستوى البيوت اللي انا بعيش فيها مكانا مقابل تبادل خدمات. وزي دايما ما بقول لكم ان انا سايبة اللينك التطبيق في الديسكريبشن بوكس وعليه خصم 25%. عملت بطاطا يا جماعة طعمها يعني أنا مش قادرة أوقف أكلها، تحفة تحفة تحفة، بحبها أوي. تقدروا من عن طريق التطبيق ده تنزلوه على موبايلكم يوصلكوا نوتيفيكيشن بأماكن الأماكن الموجودة حول العالم اللي انتوا تقدروا تعيشوا فيها مكانا مقابل ان انتوا تاخدوا بالكم من قطة او من كلب. فهتلاقوا في الفيديوهات القديمة دايما بصور لكم اللايف ستايل بتاعي مع الحيوانات الأليفة اللي بعيش فيها، وبصراحة انا بستمتع بالمرحلة او بالبروسيس او بالعيشة ان انا اكون موجودة في مكان. وكمان انا من الاشخاص اللي ما بحبش اخرج كل يوم، بحب اخرج مرة مرتين نروح نقابل اصحابنا من وقت للتاني. ده الفطار، هنقعد ناكل قصاد البحر. شايفين؟ هناخد بعض فيه هنا كده. احنا هنا عندنا مكانتين، مكنة الكوفي دي واللي هي الكبسولز. انا مش بحب الكبسولز فبشرب هنا. يس، ممكن هنا تحطوا اللبن بس انا يعني مش بفضل، بشرب بلاك كوفي. بلس ان احنا لما بنعمل بيت سيتنج او هاوس سيتنج احنا بنتعرف على اصحاب البيت، يعني قبل هما ما بيسافروا بنكون مقضيين ليله معاهم بنتكلم بنتجاذب كده اطراف الحديث، وده بيساعدنا ان احنا نعمل اصحاب في السفر وناخد كمان من خبرتهم لان معظمهم بيبقوا عايشين في المكان بقالهم سنين. طبعا هم امريكان بس هم نزلوا منطقه بها كاليفورنيا لان الاسعار طبعا ارخص والبيوت ارخص، فهم بيفضلوا يعيشوا في حته يكون الطبيعه بتاعتها حلوه، الاكل كويس، واللايف ستايل يكون كواليتي بتاعه عالي من ميزانيه بالنسبه للامريكان اقل. Are you ready? Can you bring fork? شايفين يا جماعة هنفطر هنا على الفيو الجميل ده. It's a little bit cloudy today, that's why I like it. أنا من عشاق الجو الكلاودي، ما بحبش الشمس، اختفي يا شمس. شايفين الفيو؟ Sorry? No, it's extra if you wanna top up. So, let's take my coffee. ونحط اللبن. لبن. Shake. A little bit. عشان يعمل فوم. بس كده يا ولاد. قهوتي بدون سكر بس النهارده طلع عادي. شايفين؟ تشيرز.
This is my coffee. You like it? Sweet. Monkey Very fruits. Sweet, yeah. Yeah, monkey fruit. Yeah. I don't know why. Wow. I'm kidding. Look at the boat! بضحي بديله البيض العيون عشان هو بيحب العيون واخد البيض اللي اتفتحت كده من امريكا بان هما يبقوا في امريكا. فدي برضو من الحاجات الاساسيه اللي انا بعملها عشان احافظ على استقراري واحس ان انا مرتاحه في السفر وان انا اقدر اكمل، لان من فتره للتانيه معروفه ان المسافرين او الرحاله بيجي لهم حاجه زي بيرن اوت من كتر السفر. فانا يعني زي ما قلت لكم ان انا بحاول اكل في البيت، ما بخرجش كتير، انا شخص بيتوتي بحب اقعد في البيت، بحب اشتغل من البيت، بشتغل اونلاين للشغل بتاعي او بدرب يوجا اونلاين كده. تفاح مع بينات باتر قاعدين نشتغل انا وهو كده على الفيو الجميل ده. وانا كنت باكل عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا نمت ساعه، لازم اخد كده ناب لان بس حاسه على 6 الصبح بدري قوي، فاخدت نومه كده قيلوله المفروض ان هي 20 دقيقه بس حتى الساعه ما حسيتش بنفسي، بس حسيت ان انا انرجايز بعدها. Popcorn. I put a lot of popcorn. And I just found that we have lentil, like orange one. I feel like I was blind. I never saw it. I bought it ages ago when we were at Didi. شايفين يا جماعة؟ جبت لقيت عندي عدس أنا بعشقه. ده صعب أوي إن أنا ألاقيه، فكنت جايبة كيستين، خلصت واحد ونسيت إن أنا كان عندي كمان واحد. هنا العدس غالبيته اللي هو اللي بيبقى الاصفر ده الاسمر، فمبسوطه فهعمل شوربه عدس. انا عندي اكل من امبارح متخزن، يعني مش متخزن، بواقي الاكل. انا بطبخ يومين يعني بواقي الاكل. عندي هنا لحمه مفرومه مع سبانخ وبالكريمه البيضاء تحفه، وعندي هنا ايديمامي، فده هيبقى غدا النهارده. النهارده احنا بنتعشى وبكره، فانا بجهز يعني كده عشان بنخلص الثلاجه، كل حاجه في الثلاجه عشان مسافرين خلاص 3-4 ايام هنسافر، فلازم نفضي الثلاجه. طب يعني بحاول اعمل اكل من الموجود عندي. فيلا ننكز البوب كورن قبل لزق في ال، خلينا نجيب بوله اصلا. اي ميد ا لوت اوف بوب كورن عشان كده اتحرق شوية. حطيت بوكل اكتر من التلاجة. احنا في الغالب يعني ما بنتغداش، بنقعد ناكل حاجات كده مثلا سناكس بسيطة بس صحية، ففي الغالب مش بنتغدى. بنيجي على الساعة 5-6 كده بنجوع، واحنا متفطرين على الساعه تقريبا 12 كده يعني، فبنجوع على 5-6، نتغدى الساعه 6، نتعشى الساعه 6، وبعد كده ننزل السويمنج بول. بس بقى شوربه عدس يا جماعه اللي بحط معاها اي حاجه، فدي كانت كولي فلاور هتموت، شلت اللي هو الحاجات اللي كانت طالعه منها اسود شلتها، وكان عندي بصلايه برضو بتموت بدات تزرع، حطيت طماطم، فبيعملوا لي شوربه عدس حلوه كده ليومين، فكده دي اكله يومين. ممكن كمان احط شعريه تبقى لذيذه. يم او البوت فورماتشيلي وذ لينتل سوب ادي يا انا كنت فاكره ان انا بصور. حطيت مكعب ونص مرقه ماجي تمام، وفي الاخر بقى لما هي بتستوى وبعد كده اضربها في الخلاط، بعمل زي طشه كده من الثوم ومن البهارات. دي جايه لي من استراليا، صاحبتي جودي جايبها لي هديه جرام مسالا، فبعملها مع زبده وفص ثوم او فصين 3-4-5، وبعد كده احطهم في اللينتل سوب بيبقى تحفه قوي. هعمل رز، هعمل شعريه قصدي، احمرها برده يعني، احمر الشعريه مع المسالا مع شويه بهارات، وممكن كمان استخدم السينابون
والبي ليفز اللي هو ورق اللورا، لانه دول انا بحسهم ميديسن يعني علاج لاي انفلاميشن وحاجات. حتى البهارات حتى الملح بستخدمه من العلاية. فهسيب ده بقى يتطبخ كده براحته، مش مستعجلين لان ده انا هناخده لبكره، هناكله بكره مش النهارده. بس هي طقت في دماغي، عملت البوب كورن فقلت بالمره استغل الوقت وانا مستنيه البوب كورن، عملت لي طبخه بكره. بنقع دايما في اي خضار بالمحلول ده عشان ينضف اي بكتيريا، خاصه الخضروات الورقيه دايما بيبقى فيه تراب او اوساخ هنا. وده بحت باينابل، بس هشيل الحته دي، بحب اعملها شرايح واحطها في تبر وير واسيبها في الثلاجه. حلو جدا، في انزيم حلو جدا بيساعد على الهضم وبيساعد في التخسيس يعني. وكمان زي ما قلت لكم البيت اللي احنا بنبقى عايشين فيه بيبقى فيه كل الاوبشنز، فانا مش محتاجه ان انا اخرج بره. يمكن من فتره للتانيه في الفيديوهات القديمه صورت لكم ان احنا عملنا كامبينج، ان احنا رحنا عملنا سنوركلينج مع السي لاينز، او ان احنا عملنا دايفنج او فري دايفنج. من كل فتره للتانيه انا من الاشخاص اللي بحب لما اخرج او ان انا اعمل حاجه اروح اعمل اكتيفيتي، يعني مش بحب اروح المولات، مش بحب اروح ان انا اجرب مطاعم. في ناس كتير جدا بتحب تسافر عشان تجرب مطاعم جديده، بس انا من الاشخاص اللي بحب لما اسافر اجرب اكتيفيتيز جديده. فدي من الحاجات اللي بتساعدني ان احس بالاستقرار في المكان اللي انا فيه. وكمان انا وانا بسافر ببقى واخده كل عدتي معايا مطبخي المتنقل، معايا عده كده صغيره للجيم، معايا كل حاجه. فبستقر في المكان اللي انا بعيش فيه. فاتمنى يكون كلامي ده جاوبتكم على السؤال اللي دايما بتسألهولي ودايما تستفسروا انت ازاي بتقدري تعملي ده وازاي بتقدري ترتاحي في السفر. يعني انا لما بقارنها بحياتي السابقه ان انا ابقى عايشه في مكان واحد، لا طبعا انا افضل في ان انا كل شويه اغير مكان واعيش في اماكن جديده واجرب واعيش اكسبيرينس جديده وادفنتشرز جديده. وده كمان بيساعدني في المستقبل ان اخد قراري يعني فين هبني بيتي وازاي هيكون بيتي. بقى تروقي بسرعه عشان احس كده كلير سبيس كلير مايند. دلوقتي عايزه ادي الدواء لكوره. كوره هندلي منها عشان هي ما بتحبوش صراحه طعمه يقرف. كنت قلت لكم قبل كده ان انا عملت كتاب اسمه اسرار السفر الاقتصادي. كتبت في الكتاب ده كل الاسرار او كل الحاجات اللي انا اتعلمتها على مدار السنين من السفر حول العالم كفول تايم ترافلر. الكتاب هيساعدكم كتير جدا ان انتوا توفروا وقت في البحث، ويساعدكم ازاي تطلعوا فلوس وانتوا بتسافروا او تعملوا فلوس، ازاي تشتغلوا وتلاقوا فرص شغل اونلاين، ازاي تبداوا تسافروا، ازاي تطلعوا الفيزا لبريطانيا او امريكا او حتى فيزا شنغن، او ازاي ان انتوا حتى تفتحوا حساب بنكي بره البلد. فانا سايبه لكم اللينك بتاع الكتاب تقدروا تحملوه من على انستغرامي. بصراحه الكتاب هيفيدكم كتير جدا ويوفر عليكم وقت كتير، وانا عاملاه بسعر بسيط يساعدكم ان انتوا تشتروه وتستمتعوا بتجربه السفر بميزانيه بسيطه جدا، هتكون تقريبا نفس ميزانيتكم في بلدكم. وكمان كل ما بتسافروا اكتر كل ما بتتعلموا خبرات اكتر بتقدروا بيها توفروا فلوس كتير، وكمان تتعلموا ازاي تعملوا فلوس او تطلعوا فلوس وانتوا بتسافروا. كمان من لينك الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا فيديو كول استشارات السفر، لو حابين بتفضلوا اكتر ان انتوا تتكلموا مع الشخص اللي هو اللي بيسافر كتير، تاخدوا او تستفيدوا من خبراته، او لو عندكم اسئله معينه طبعا اكتبها لي او ابعتها لي على الانستجرام، وانا على قد ما بقدر بحب اساعد ان انتوا كمان تقدروا تسافروا زي بميزانيه بسيطه. فما تنسوش تشيكوا على الانستجرام بتاعي وتتفرجوا او تتابعوا طبعا الفيديوهات اللي انا او بودكاست اسرار السفر الاقتصادي، كمان بستضيف فيه الرحاله بيقولوا فيهم اسرارهم ازاي هما كمان بيقدروا يسافروا حول العالم بميزانيه بسيطه جدا في سن صغير. فما تنسوش طبعا تتابعوا بودكاست اسرار السفر الاقتصادي، قلت فيه اساليب كتير جدا تساعدكم على توفير فلوس وانتوا بتسافروا كده وتطمنوا اكتر. انا عامله لكم نسخه مجانيه صغيره من اسرار السفر الاقتصادي، ابعتوا لي رساله على الانستغرام وهبعت لكم النسخه المجانيه، وهبعت لكم طرق فرص عمل في السفر. وطبعا انا بالاسلوب اللي انا بسافر بيه ان انا بوفر اكتر من 75% من مصاريف السفر، لان زي ما قلت لكم بعيش في اقامات جميله جدا 5 ستار مقابل مجانا من خلال التطبيق اللي انا سايبه لكم بلينك او بصندوق الوصف
تقدروا تضغطوا على اللينك وتعملوا اشتراك سنوي، بصراحة هيوفر عليكم كتير جدا، فتقدروا تعيشوا في أماكن، أي مكان حول العالم، في أي بلد أنت نفسك أو أنت نفسك تزوريها مجانا، مقابل أن أنت تاخدي بالك من حيوان أليف أو تروي النباتات. اكتشفت يا جماعة ان هي عندها حاجة هنا، شايفين؟ بالصدفة وانا بصرح لها لقيت عندها زي درماتيتس، يعني مشكلة في الجلد، فالحمد لله ان هي عندها كريم فهستخدمه لها دلوقتي. طبعا انا بقالي اكتر من سنتين بستخدم التطبيق ده، وساعدني كتير جدا ان اوفر 75% من ميزانيتي في السفر، واعيش زي ما قلت لكم في اماكن كتيره يعني جميله وفخمه، في اي بلد انا نفسي ازورها حول العالم. فانا عندي خبره بالتطبيق ده كبيره جدا، فطبعا معظم الناس اللي بتحجز معايا فيديو كولز بساعدها ازاي ان هم يتقبلوا او ان هم يلاقوا فرصه ان هم يلاقوا اماكن جميله او فايف ستارز حول العالم. افضل حاطه عيني عليها شويه عشان اتاكد ان هي مش هتلحس الكريم، مش هيعمل لها حاجه، بس انا عايزه جسمها يستفيد من الكريم. كرة هذا ليجن ان هير بيلي سكين انفكشن. خلصت الروتين بتاع كرة. كرة بس بنأكلها مرة في اليوم، والأكل بيفضل لتاني يوم، بنغير لها المية ونسرح لها. وهي بقى ايه، قطة فظيعة، شايفين؟ بتجيبلي هارت اتاك لما بتمشي كده. واحد عندي كراهية، عشان فاكره ان انا هديها الكريم تاني او هديها ادويه. She went to the neighbor Adi. She ran to the neighbor. هقعد بقى هنا شويه اقعد اشتغل. فطبعا لو بتخطط لرحله قريب انا انصحكم بشده تستخدموا التطبيق ده، بجد هتنبسطوا جدا، لان احنا قعدنا في اماكن تقريبا في وسط البلد، في اي مكان احنا بنزوره. كمان ان صاحب البيت بيبقى عاطلنا اوبشنز حلوه، ان هو ممكن بيسيب لنا العربيه بتاعته نستخدمها، كمان المطبخ بيبقى يعني تقدروا تطبخوا في البيت، كمان البانتري بيبقى مليانه اكل، فهو بيقول لك مثلا هيلب يور سيلف، فانت تقدر ان انت تاكل الحاجات اللي موجوده سواء في الثلاجه او في الخزانه بتاعه الاكل، فده بيوفر لكم فلوس كتيره جدا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان انتوا بتقدروا تعملوا يعني صداقه مع صاحب المكان، فكمان ان انتوا تقدروا تنسقوا معاهم رحلات، لان معظم الاجانب بيسافروا على مدار السنه اكتر من 3 4 مرات، فكمان لو يعني علاقتك حلوه بصاحب الحيوان الاليف كمان تقدر ترتب معاه تشوفه هيسافر امتى تاني، فتقدر ترتب معاه ان هو يعني بحيث ان انت تعمل البيت سيت التاني او التالت او الرابع. زي ما قلت لكم ان الاجانب بيسافروا كتير جدا خلال السنه، فتقدروا كمان ترتبوا معاهم او تظبطوا مثلا رحلات للسنه الجايه ليكوا، تبقوا قاعدين في نفس المكان. زي ما قلت لكم الريزورت اللي انا عايشه فيه ده انا مش محتاجه اطلع اصلا بره الريزورت، لان في سويمنج بول، في 5 سويمنج بول وجاكوزي، والميه كمان بتبقى سخنه سخنه جدا، فمش هتحسوا ان انتوا بردانين او كده يعني. كمان ان الطقس كان حلو قوي في المكان اللي احنا فيه. الجو ويندي النهارده، احنا بقى بنروح السويمنج بول اللي هنا الكبيرة الأساسية. كورة don't go crazy، don't gonna look at her، بجد مش هبصلها لأن بترعبني لما بلاقيها على الإيدج، بس صاحبتها قايلة اتس اوكي، وهي بقى لها 5 سنين عايشة في البيت خلاص. بنحط لها مية. طبعا النباتات مسؤولية أكيد، مش مسؤولية، في عندنا هنا نباتات كتير، مش عارفة تجيب فين فوق،
على خدكم في لفه هنا السلالم من الدور الثاني، وده التريدميل بتاعي، وانا بحط ده هنا عشان لما على التريدميل اطول يعني. تمام. في هنا حمام، وفي اوضه نوم اللي انا وريتها لكم قبل كده اعتقد في بلوج، هي دي سبير. فانا بلعب هنا اليوجا بتاعتي، شغل هنا اغاني على التلفزيون، اتفرج على الفيو وانا بعمل يوجا والويتس بتاعتي وكل حاجه هنا. يعني شفتوا الاهمال، عملت التمرين وشلت بس خلاص مش قادره اشيل المات، بعد ما بخلص ما بقاش قادره حتى ان انا اشيل المات. وهنا حمام، و عيلوا ناخدكم في الدور اللي فوق. الترابيزه دي بتطبق وتطلع تستخبى هنا في كأن مفيش اي حاجه. فيلا ناخدكم فوق على انا عايزه اوريكم السلم بقى ايه. بحب انا السايد ده، شايفين؟ اوه بالليل بيبقى المنظر خرافي. طبعا ادي صحه بعدي، فالسرير مش هيبقى مترتب. هنا الووشنج ماشين والدراير، بيسموه تامب دراير لان هنا ما بيعلقوش الهدوم قد كده. هنا اوضه النوم الرئيسيه، وهم قالوا لنا اتس اوكي ان احنا نستخدمها، وهي لذيذه كمان. كل درج عليه ستيكر، قالت لنا تقدروا تستخدموه بس في ستيكرز فاضي يعني عشان نحط حاجتنا. شوفوا بحب هنا زي جناح كده، ده زي اوضه دولاب. وشوفوا يعني الذوق ساب لنا سبيس عشان نعلق حاجتنا، ريت لي سبيس هنا كمان عشان اعلق حاجتي، يعني حاجه ادي وحاجتي هنا. وهنا بقى شايفين الفيو، يعني وانتوا بتاخدوا شاور تتفرجوا على المنظر الجميل ده. ده زي اوضه مساج هي عاملاها، شايفين الاوتفيت بتاعي؟ ده تلفزيون نقعد نتفرج بالليل وتشيل اوت، الفيو بيبقى هنا جبار. وده هنا نباتات، ادي المسؤول عنها. وهنا زي مساج روم، يجي لها حد يعمل لها مساج، فبتيجي هنا وعندها كل يعني كل حاجه للمساج في دولاب. وقالت لي تقدر تستخدمي المساج جان وكل حاجه. اعتقد انها بتاخد جو حر قوي احسن. شايفين هنا هي قالت لي ان انا اتس اوكي ان انا استخدم، عندها السرير بتاع المساج وكريمات المساج، وعندها المساج جان وفومز وحاجات كده كتير ومخدات اكسترا، ف لذيذه يعني. هنزل دلوقتي اشتغل وياكل بوب كورن زمان وبرد. شايفين من هنا طبعا في اللي هي قنوات النظافه جميله قوي مكسيكيه، بتيجي كل جمعه تنظف. عايزين نيجي نبص على الكوره وريش. شفته هنا، هاي كورة، هلو. Yeah, we will buy fish for you tomorrow. Okay, darling. شايفين يا جماعة الفيو بالليل روعة. فوكس. الليفت اوفر من امبارح، فأنا بسخنها تاني في الميكرويف. She want to go out. Come. What are you sitting here? شفتوا اكلت اكلها، بس هي كانت بتختبرني عشان انا نسيت اطلع لها السمكه بتاعتها، عشان دلوقتي المفروض تاكل سمك. بس انا
نسيت اطلعها من الثلاجه فلسه ممكن بدك هتطلع ويت فود فهي زعلانه. بقى ناخد الاكل وهنتفرج على تور اباوت فود. او ماي جودنس اور دينر ويل بي لايك. وده كان فيديو النهاردة يا أصحابي، أتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا بالمشاهدة. ما تنسوش طبعا تدعموني بالإشراك بالقناة وتتفرجوا على الفيديوهات اللي نزلتها قبل كده على قناتي باليوتيوب عشان تعرفوا أنا روحت فين حول العالم، وتتفرجوا على البيوت الجميلة اللي عشت فيها مجانا مقابل تبادل خدمات. وكمان ما تنسوش تتابعوا بودكاست أسرار السفر الاقتصادي، هيساعدكم كتير جدا ان انتوا كمان تحققوا حلم ان انتوا تسافروا زيي. ما تنسوش تتابعوني طبعا على الانستجرام وتبعتوا لي كل اسئلتكم عن السفر، وانا بحب اساعد على قد ما اقدر. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.